السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من المشهد التونسي. اهتزت مدينة سوسة اليوم على وقع حادثة محاولة اغتيال لرئيس النجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين والنائب في البرلمان في مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس وهو في طريقه إلى مصنعه. طبعا هذه الواقعة أعادتنا إلى الفيديو الذي نشره الإعلامي عز بن غربية قبل أيام، والذي ذكر فيه عديد من الحقائق الخطيرة، وقد ربط بعض المحللين بين فرضية محاولة الاغتيال اليوم على اعتبار أن الرجل من أبرز المساهمين في قناة التاسعة لمعز بن غربية لهذا الإعلامي الذي ذكرناه. الأمر طبعا الذي نفاه شرف الدين اليوم في الندوة الصحفية. محاولة اليوم طبعا أثارت كثير من ردود الأفعال وعادت حتى إلى المشهد صورة الاغتيالات السياسية التي تمت خاصة لشكري بالعيد وكذلك للحاج البراهمي، والتي طبعا أدت إلى سقوط حكومة الترويكا وقتها وتغيير في مسار السياسي في تونس. بل البعض اعتبر حتى نتيجة تلك الاغتيالات فاز حزب نداء تونس، هذا حسب بعض المحللين. إذن اليوم هل نحن أمام مشهد يعيد إلى الصورة إلى الذهنية التونسية ذلك الحادث الرهيب، حادث اغتيال بالعيد والبراهمي؟ هل هي محاولة اغتيال فعلا أم أنها رسالة فقط لمن يهمه الأمر؟ مباشرة لتعليق على، وقبل حتى التعليق على هذا، أذكر بالمشاهد الكرام بإمكانية التواصل معنا عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك المشهد تونسي، المشهد نقطة تونسي تظهر على الشاشة. يمكنكم إرسال التعليقات منذ الآن أو حتى الأسئلة لضيوفنا. أرحب مباشرة معي في الاستوديو الأستاذ عادل الحامدي مدير مكتب قدس بريس في لندن، ومعي كذلك عبر الهاتف من تونس رئيس الحكومة الأسبق الأستاذ حمادي أجبال. أستاذ حمادي مرحبا بك. هذه الحادثة في سوسة مقر حتى إقامتك أنت، بعض يعتبرها عودة من جديد لهذه الاغتيالات السياسية التي تونس لها طبعا مع كل أسف يعني تجربة سابقة وأدت إلى ما أدت إليه. أنت بداية ما تعليقك على هذه الحادثة هذا اليوم؟ يعني مرحبا بكم ومساء الخير. مرحبا بكم ومشاهديكم في كل مكان. هذه أول مصافحة مع قناتكم، إن شاء الله تليها مصافحات أخرى إن شاء الله. مع الأسف مناسبة حزينة ومؤلمة على تعليق لتعليق على حادث مؤسف. أولا أحر تضامني، أنا زرت السيد رضا شرف الدين في مقره، قدمت له تضامني وتعاطفي مهما كانت الآراء السياسية والاختلافات السياسية، وهنا بيت القصر. وهذه هي خصوصية التجربة التونسية، الثورة التونسية. وهذا المنهج الذي ارتضيناه لأنفسنا عبر دستور، عبر حوار، عبر مشاركة وتشاركية. حبينا نقول للعالم أنه فما بديل آخر على العنف. حبينا نرسل رسالة لشعبنا والعالم أن وقت اللي نختلف ونخش بعضنا، نتكلم باللسان ونناقش، ولكن لا يعني نخرج لكلاشينكوف ونصفي بعضنا بعض. هذا مهم جدا. مع الأسف انتشر هذا الأسلوب في عالمنا العربي والإسلامي. يعني هذه المحاولة أستاذ حمادي هي تريد هدم ونسف هذا الكلام اللي تذكر فيه أنت يعني؟ بالضبط بالضبط، هي تريد أكثر من ذلك، تريد ضرب التجربة التونسية، ضرب ثمار الثورة التونسية، معاني قيم الثورة التونسية. الثورة التونسية قامت على إزاحة الظلم والظالم، ولكنها قامت أيضا برسالة أخرى، وأنه لا حل في تونس لمشاكلنا إلا بالحوار بالوفاق، نتخاصم نعارض بعضنا بعض ولكن لا نقتل بعضنا.
أي هذا الهدف نتاع الجريمه هذه. من قبلها نعم اغتيال بالعيد والبراحمي وغيره وغيره وغيره. انا اتصور ما كانش فما خيط ماضم بينها كلها. طيب استاذ حمادي، من يقف وراء بتقديرك، من المستفيد من هذه المحاوله يعني اليوم؟ اولا يلزمنا قسط كبير من التحفظ حتى لا نرشق بعض البعض بالتهم. نعم. اولا حتى هذا منهج قراني هذا. نعم. لا نتهم بعضنا. هناك جهات يجب ان تقول كلمتها، التحقيق ثم القضاء المستقل بطبيعه الحال. هذا الذي يحكم بين الناس. وهذا الذي يثبت بالثوابت بالاثباتات بالقرائن انه هذا هو المتهم فقط. انا قلت وجه اصبع الاتهام لمن يريد هدم هذه التجربه. من هؤلاء الذين هم يريدون هدم هذه التجربه وهم موجودون في تونس كل مره يعملون تعبيرا؟ بالطبع اذا ما كانش موجودين شكون قتلوا اذا كانش موجودين؟ نعم. طيب. علاش الدعوات هذه بتاع اتهام الثوره الان اصبحت نوع من الاتهام، تقول الثوره كانها كلمه اخشى ما اخشاها تضرب القاموس الاتهامات وتصير محاكمه لانها نطق باسم الثوره. يعني الثوره في معانيها القيم الحريه الديمقراطيه السلم الاجتماعيه التضامن العداله الاجتماعيه التوزيع الشفافيه الحوكمه الرشيده، كل هذه ثم اعدائها لكل ثوره ثم في الداخل وفي الخارج. كانت التعبيره في خارجنا في بلدان اخرى في المجتمع مع الاسف بالقوه بالسلاح بالانقلاب العسكري. استاذ حمادي، انت ذكرت في تصريح لك اعلامي أن هناك محاولات من المافيا الإفساد والتهريب لزج البلاد في دوامة جديدة من العنف والاغتيالات. نفس الاتجاه أشار إليه حتى الأستاذ لازار العكرمي حينما قدم استقالته، قال أن هناك فسادا ينهش أركان الدولة، الكل يتحدث عن فساد، لكن هذا الفساد يعني هل لهذه الدرجة يعني صعب محاربته كشفه إيقافه؟ ما على كل حال انا مانيش باش نعلق على كلام سيد العكرمي ولا غيره، نخلي وهذا هو ميزه ايضا ميزات الثوره التونسيه، ارتقت بالوعي الشعبي وينجم يعرف الغث من السمين الى اخره، هذا وعي التونسي. نعم. فقط نجاوب على الشق الثاني هو المافيا او العصابات. بطبيعه الحال الانظمه الاستبداديه هي تعبيرة واضحة من حكم العصابات. الاستبداد والديكتاتورية هي حكم الفرد، حكم العصابات، حكم اللي لهم مصلحة في نهب الشعوب. هذه ماهيش باش تكف. وهذه سنة من السنن، نسميها إلهية، كونية، طبيعية، وهو التدافع. نعم. سنة التدافع، والتدافع على ذكر التدافع هو نوعين، ثم تدافع السلمي الراقي المتحضر عبر صندوق الاقتراع وعبر المعارضة وعبر، ومع الأسف في مجتمعات متخلفة متأخرة سياسيا ومدنيا هذه التدافع يمر عبر السلاح. ولكن التدافع هو التدافع المطلوب السلمي. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض مش بالسيطرة فقط، هو حتى في أجسادنا وأبداننا تدافع بين الخلايا وبين غيرها. ولهذا هذوما الناس هم الآن ثم تدافع قيم الثورة وشعب الثورة والأصحاب المصالح الاقتصادية وحتى الإيديولوجية وغيره وغيره وغيره. طيب. أنا نشاهده يوميا. واضح. أستاذ حمادي، يعني خلينا ننزل شوية حتى لا نبقى في كثير من العميات، طبعا كلام مهم جدا ومعاني رسائل مهمة جدا، يا ريت الكل يفهم هذا الكلام ويعمل على إنجازه، لكن مع كل أسف البعض يسأل عن العملية ومكانها.
طبعا في عملية سوسة اللي وقعت في شهر جوان الماضي في النزل، وكذلك مرة أخرى في نفس المدينة في رجل أعمال مش معروف البعض، يعني حسب ما قرأنا عن سيرته مش معروف بفساد أو بأشياء مشبوهة كثيرة كربما بعض الآخرين. الرجل بعيد عن كثير من الظنون، ولكن يقع إرسال هذه الرسالة في نفس المدينة وهي مدينة رجال الأعمال المحسوبين على شق ربما حتى سياسي. هل استهداف هذا الرجل في هذا المكان له كذلك رسالة يريد البعض توجيهها؟ كل احتمالات واردة الحقيقة. أنا بنفسي وقعت في الأسبوع وقاعد نعيد الشريط، يعني تقريبا في ظرف 3 أشهر ولا أكثر شوية، يعني 5 أو 6 أحداث في نفس المنطقة، يعني هذه مدينة سوسة وحوازها من تفجير شخص في نزل، ثم اغتيالات الحرس وأعوان الأمن، هذا التفجير في السياسة. هل هو مقصود كجهة؟ وهذا عبث يعني في الحقيقة. ومهما كان يعني انتقاد الجهة أو غيره ما يصل هذا الأمر. هل هو لفئة لحزب لكذا؟ أنا أقول لا نخطئ، لا نخطئ، عناوين هذه خاطئة. المستهدف صحيح في جهة معينة وأشخاص معينين وحزب معين، ولكن المستهدفة هي هذه التجربة، هي الثورة من أساسها. هل الائتلاف الحاكم أستاذ حمادي اليوم بين النداء والنهضة مستهدف؟ اي خليني نكمل لك. نعم. يحبوا يرسلون لنا الناس هذوما. يا شعب تونس هاكم ضيعتوا الوقت والثورة عبث، ونطيو الصفحة ويزمكم من الآن ترجعوا. الآن مش عارف سمعتوش الكلام اللي يتوجه للشعب التونسي، أشنو ربحنا من الثورة؟ نعم والله وقت ديكتاتورية ربنا عليه كنا آمنين، نعم، وكنا ناكل خبز وإحنا لبس علينا. يعني وكأنهم أستاذ حماد يريدون أن يخيروا الناس بين الاستقرار والديكتاتورية أو الفوضى والحرية. كل شيء، كل شيء، يعني راكم عبثا تصنعون. واضح. مش لازم الحريات والديمقراطية ما تجيب لنا كان المآسي. احنا كنا واحد قال لي احنا قبل 5 سنين كنا لبس علينا، فماش اطلاق نار وفماش اغتيالات. هاي الثورة جابت لنا. هذا هي الخطاب الذي يريدوننا او يريدوا ان ينشروه. طيب. ينشروه بيننا وفي شعبنا انه احنا في تونس والعرب لا يستقيم امرنا. طيب. بالحريات والديمقراطيه. لكن استاذ حمادي لا ننسى انه بعد اغتيال شكري بالعيد والبراهمي سقطت الحكومه وفاز من فاز في الانتخابات وحصل ما حصل، وانت تعرف كان هناك مؤسسه يعني رسميه دستوريه ربما حتى تقول وحيده اللي هي المجلس الوطني التاسيسي، يعني اعتصم الكثيرون من اهل السياسه اللي يتصدرون المشهد اليوم وكانوا يطالبون باسقاطها بمعنى حل كامل لكل مؤسسه الدوله. الان هذه المحاولة هل سينبني عليها نفس المسار؟ البعض اليوم بعض وجوه السياسة في تونس في مؤتمرات صحفية نادت إلى إسقاط هذا الائتلاف على اعتبار أن النهضة والندام متآلفان متفقان على عدم كشف أي حقيقة خاصة حقيقة الاغتيالات. يعني يعطيك الصحة لأنك وضعت الآن إصبعك على موضوع مهم جدا. قناعتي في من الأول أن هذوما اللي سميناهم المافيا عند الثورة، هذا الشعوب الحقيقة، هذا الحرية على التقدم، هذوما لم يقبلوا نتيجة الثورة. النتيجة يعني الانتخابات الحرة النزيهة، لم يقبلوها في أعماقهم، يعني قبلوها بألسناتهم لأن كانت حرة ونزيهة بشهادة الكل لم يطعن فيها، ولكن لم يقبلوا نتيجة. وشو النتيجة؟ أولا أنها نتيجة ثورة أول مرة انتخابات. اثنين أن هذه الانتخابات جاءت بالنهضة في الحكم. هم يقولوا إسقاط حكومة تريكا، لا هي يعني سموها حكومة الإخوان أو النهضة. وهذه أطراف داخلية وخارجية وإقليمية وغير وغير وغيرها. إذا النتيجة هي واحدة، والخيط أنا قلت لك الناظم. إسقاط الحكومة الشرعية. الواحد تفوه قال والله استعملوا المساجد الأخرى. وجاءت عملية الاغتيال لإسقاط التجربة وإسقاط النهضة. وتذكر وجمهوركم يذكر
أن مباشرة بدون انتظار التحقيق والتبين إلى آخره، أن النهضة التي قتلت وإلا لم تقتل مباشرة فهي قتلت بالأسباب، وأن النهضة جابت لنا الإرهاب، وأيضا قامت أحزاب وجبهات على هذا الافتراض. نعم. أنه البلاد خربت داخلة في حيط، جابوا لنا الإرهاب، جابوا لنا التطرف، مآسي. إذا لابد من إسقاط هذه النهضة. وقت اللي ما نجموش بالقوة والعنف والاعتصامات العنيفة وحتى العصيان السياسي والمدني، يعني اقتحام مؤسسات الدولة وغيرها وغيرها، التجروا إلى الاغتيال هذا باش يربكوا، وأسسوا نظريتهم أحزاب كاملة وخطب وكذلك يعني بيانات انتخابية على هذا الأساس. لابد التخلص من النهضة. الآن الناس هذوما الآن في الحقيقة يلزمهم يعترفوا قدام الشعب ويعتذروا أن كل اللي بنوه حتى أحزاب بنوها أسست أنها خاطئة وأنها ظالمة، ويلزم هنا هك علاش ضربة قوية هذا صحيح من الإرهاب ولكن ضربة قوية لها الافتراض هذا انهار في الأسباب كما قالوا لنا فلستوا البلاد. والحمد لله حتى البنك المركزي الذي يقول مش 3.6 4 وصل يعني حجم تطور البلاد والآن يصل إلى الصفر، وفي الاقتصاد في التشغيل في الأمن في كل شيء. طيب أستاذ حمادي خلينا نكمل الآن مش مش نشدوهم كما شدونا نقولوا لهم توبوا إلى رشدكم، اعترفوا بأخطائكم، راكم هزيتوا البلاد إلى شبه حرب أهلية، والآن كنت تجنيوا في ثمار مش متى لا، ولكن خليكم من الاستقطاب الإيديولوجي، خليكم من الخصومات الفارغة، نتونا راسه ومتراس الشعب بهذه الترهات. الآن ارجعوا إلى الجادة، لذا لا تحكم إلا بالوفاق وبالتشاركية، ولكن الصحيحة القائمة على الوضوح والشفافية ومن أجل الشعب. طيب أستاذ حمادي، ما تعليقك على من يقول من المحللين أنه ما يحصل الآن هو شكل من أشكال صراع داخلي بين أقطاب داخل حزب نداء تونس الذي يحكم، بدأت تظهر رويدا رويدا، وأن لها علاقة بشريط معز بن غربية، لها علاقة بتصريحات الأزهر العكرمي. محسن زروق اليوم يقول أن الإرهاب ليس فقط من له لحية، وكأنه يشير أن هناك شبكات أخرى غير ما تعودنا على اتهامهم، وهم السلفيون وأنصار الشريعة إلى غير ذلك. هناك شبكات أخرى لها، يقول لها علاقة بالإرهاب وبالتهريب وبالفساد، ويقول أنهما وجهان لعملة واحدة. هل أنت قريب من هذه من هذا التحليل؟ أولا يجب نفرق بين هذه الأشياء. ثم إرهاب متبنى من أطراف غالب في دينها الغلو. هذه اللي نشوف فيها في بعض أحداث وحتى اغتيالات أبناء الشعب من حرس وكذا. ولكن ثم الاغتيالات السياسية استفادت من هذا المناخ، واللي حديثنا السابق عليها هي 4 اغتيالات والآن عاوز يحبوا يزيدوا إلى آخره. فهذه نفس الإرهاب، نفس الإرهاب، ربما ثاني أخطر لأنه يبحث الغموض. هل هو الآن باش يتسبب في صراع داخلي أو سببه صراع داخلي؟ أنا لا أريد أن أدخل هذا المجال، لا أريد أن أرجم بالغيب، ولا أريد أيضا لأنه مش باش نعمل كيفهم كما عملوا نحن. والله هذه يهمهم، والشعب التونسي يهمه وقاعد ينظر. هو الحاجة الباهية في الانتخابات الفارطة أنها مكنت الشعب التونسي من المقارنة بين الحياة الداخلية للأحزاب وبين تسيير الحكومة وتسيير الحكم وبين الحريات التي كانت وعد تركا في كل المجالات. نعم. وبين حرية الإعلام والقضاء اللي في تركا إلى آخره إلى آخره. الحاجة الباية ربما ضر نافع، وهذه الحاجة الباية في التداول السلمي
أن الشعب الآن يستطيع أن يقارن مستوى الاقتصادي والأمني والإعلامي والحريات والسياسة الدولية إلى آخره إلى آخره. أنا نقول هنيئا للشعب التونسي أنه اختار بنفسه وسيقارن بنفسه أيضا، ولكن لا أريد أن أدخل في هذه حياة الداخلية الأحزاب، ما عندي ما نعلق، فقط نقول الحزب الذي يمثل الشعب أو الذي يمثل شريحة واسعة من الشعب لابد أن يرسل خطاب متاع قدوة وطمأنة في التسيير الديمقراطي والشفافية واحترام المؤسسات إلى آخره إلى آخره. ولا يمكن أن حزب يحكم مجتمع يريد ديمقراطي ولا يكون ديمقراطي داخل. واضح جدا. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق، حدثتني من تونس. أعود للأستاذ عادل الحامدي معي في الأستوديو، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عادل الحامدي، مدير مكتب قدس بريس في لندن. إذن عملية جديدة، محاولة جديدة للاغتيال، أو فقط كانت رسالة 30 طلقة حسب وزير الداخلية كان يمكن أنها تؤدي بحياة الرجل، لكن هذا لم يحصل. بعض المختصين في مجال الإرهاب يقولون أنها لم تكن محاولة اغتيال بل هي فقط إشارة، رسالة لا أكثر ولا أقل. أنت ما قراءتك فيما حصل بداية عادل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي سمير وشكرا للمشاهدين الكرام. طبعا من فضاء الديمقراطية أن تجعلنا نحن المواطنون ونحن الإعلاميين نستمع إلى رئيس حكومة سابق اشتغل فترة من الزمن، كان رئيس الحكومة وقبلها كان معتقلا سياسيا والآن أصبح مواطنا عاديا، وهو الآن يتحدث باسمه كمواطن عادي ليس حتى قياديا في حزبه. فهذه من عجائب الدنيا ومن فضاء الديمقراطية لابد أن نحتفي بها وأن ندعمها. نموذج تونسي آخر يعني. نعم، النقطة الأساسية في محاولة الاغتيال اليوم وهي تعبير عن وضع السياسي الذي تعيشه تونس، الوضع السياسي تعيش تونس بأي معنى؟ بالمعنى الحقيقي أنه الأحزاب السياسية التي تقود البلاد ليست على وفاق تام وليست على وئام تام، ونحن نعلم الخلاف الذي يجري بين قيادات أكبر حزب في الحاكم الذي يقود التحالف الحاكم وهو حزب نداء تونس، واستقالة السيد أزهر العكرمي من منصبه في الوزير المكلف بالعلاقات بين البرلمان والحكومة، وحديثه عن الفساد، وحديثه إشارته تحديدا إلى موضوع العلاقة مع حركة النهضة تحديدا، وما يجري من 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 مطالبة بإقالة هذه الحكومة وأنها حكومة ضعيفة وتشكيل حكومة سياسية. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي الخلاف الذي يجري الآن حول قانون المصالحة الوطنية، وهو خلاف جدي وحقيقي لم يصل حتى التحالف الحاكم الآن بما في ذلك الحزب الذي يقود الحكومة إلى توافق حول مفاصل هذا القانون وما هي أهدافه ومراميه. والنقطة الثالثة أن الخلافات التي ظهرت في الحزب الحاكم مؤخرا بين توجهين أو مسارين اثنين، مسار يقوده الجناح اليساري الجديد المستحدث الداخل لنداء تونس والمؤسس له وهو جناح يقوده الأمين العام للحزب السيد محسن مرزوق، وجناح آخر دستوري يميل إلى العائلة الدستورية ويقوده الرئيس الباجي قايد سبسي ونجله حافظ قايد سبسي ومعه بعض رجال الأعمال ورجال الإعلام. هذه معطيات مهمة في تحليل مثل هذه الظاهرة. النقطة الأخرى وهي أيضا نقطة مهمة ويجب أخذها بعين الاعتبار، نحن في تونس الآن نتحدث عن إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تونس أصبحت عضوا في تحالف الدولي لمكافحة داعش. هذا التصريح الذي أعلنه الرئيس باراك أوباما أكده فيما بعد مسؤولون تونسيون، قالوا بعدما سمعنا من الرئيس باراك أوباما قال مسؤولون تونسيون بأن هذا الكلام صحيح ولم يكذبوه، قالوا أن نحن صحيح. وذهب الرئيس التونسي إلى مصر وأكد هذا وقال بأن نحن في معركة ضد الإرهاب ودافع عن هذا القرار. اليوم الجزائر أرسلت أيضا موفدا آخر إلى تونس وهو وزير عبد القادر مساهل، ذهب إلى تونس والتقى الرئيس الباجي قايد سبسي وقيل بأن هنالك رسالة شفوية تم تبليغها لم يتم التصريح بها. بعض المصادر تتحدث عن أن أزمة أو توتر في العلاقات الجزائرية لا يزال قائما ليست
راضية على التحاق تونس بالتحالف، وأن السبب في ذلك هو هذه المواقف المستعجلة. طيب. فنحن الآن نتحدث عن وضع داخلي متوتر للغاية، نعم. وضع اقتصادي صعب للغاية، ووضع إقليمي أيضا. يبدو أن تونس لا إلى حد الآن لم تصل إلى المحاولة في أي إطار إذا تأتي في إرباك المشهد الداخلي. فهذه المحاولة ربما تأتي في سياق انقلابي أو مسار انقلابي لبعض لذات الأطراف الفاشلة في الانتخابات الأولى والثانية، وهي تريد أن يكون لها موطن قدم، وتقول للتونسيين بأن الديمقراطية والخيارات الشعبية ما زال الوقت عليها مبكرا، وأنه لا بد من الاتيان بقدومة بحكومة قوية وحكومة حزبية سياسية تكون قوية وقادرة على اتخاذ قرارات. نحن اليوم مثلا نتحدث عن أن السياسات الخارجية الطيب البكوش لا يرافق الرئيس الباجي قاسمتي في جولاته، ونتحدث عن الخارجية ربما الملف الأساسي أو ربما الجهة الأساسية المهتمة بها هي المستشار لدى رئيس الجمهورية السيد خميس الجهناوي رئيس البعثة الدبلوماسية السابقة لتونس في إسرائيل، هو المهتم بالملف العلاقات الخارجية وبعض الملفات. ونحن نتحدث الآن إذن عن هذه الإرباكات كلها. طيب وعن هذه التطورات إلى أي مدى هذه يمكن القول بأنها في مسار انقلابي أم لا؟ هل هي حقيقية جدية أم لا؟ هل تعبر عن مطالب أم لا؟ عن تعبيرات هذه العملية. أذكر في الأثناء مرة أخرى بالفيسبوك، ربما يظهر الآن على الشاشة المشهد بوان تونسي، المشهد نقطة تونسي. تريكي نور الدين عبر الفيسبوك، فيسبوك المغاربية، يتحدث عن هذه العملية معلقا طبعا ها 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 يضحك، يعني على اعتبار أنه يقول يا أبو قلب 30 كرتوشة والراجل يعني الأصل فيها الإنسان يمنع من النجاة، أفلام يا صاحبي أفلام. يعني هذا مواطن تونسي يقول أنه ما حصل هو ليست إلا مسرحية بالنسبة إليه. نريد طبعا مزيد من هذه التعليقات وسنحاول قراءتها واحدة تلو الأخرى. ورحب الآن بانضمام الأستاذ منجي الخضراوي رئيس تحرير جريدة الشروق معي من تونس. أستاذ منجي مرحبا بك. هذه العملية الآن بتقديرك في أي إطار؟ البعض يقول عودة للاغتيالات السياسية، البعض يقول هي فقط مجرد رسالة، البعض يقول تصفية حسابات داخل الحزب الحاكم وهو نداء تونس، البعض يقول خصام بين رجال أعمال معروفين في تونس بإسنادهم لفريق على آخر. أنت ما هي قراءتك فيما حصل صباح اليوم؟ أنا أعتقد أنه ما وقع لبشار الدين هو نتيجة طبيعية لحالة الانفلات الاقتصادي، إذ أنه في تونس نصف الاقتصاد الوطني هو اقتصاد موازي أو اقتصاد تهريب، والقاعدة تقول من يملك المال ويملك الاقتصاد يحكم السياسة. هذا المال الفاسد الذي خلق حركة موازية للاقتصاد الشرعي أو القانوني خلقت جملة من الارتباطات الأخرى، منها ما هو إعلامي، أصبحنا نرى لهذا المال تعبيرة في الإعلام، هذا المال له تعبيرات في السياسة في الأحزاب السياسية الحاكمة، له تعبيرات في الرياضة، له تعبيرات في الفن، له تعبيرات في التعليم، له تعبيرات في كل مجالات الحياة في البلاد. فأصبحنا إذا حالة من العلاقات المترابطة فيما بينها داخل نظام مافيوزي يشتغل بالتوازي مع نظام الدولة، هذه العلاقات المافيوزية وجدت حالة من الاستقطاب والتجاذب بين اللوبيات والمجموعات في صراعات حول ما يسمى باللوبي الأدوية، صراعات حول المنطقة الجهوية وخلق حالة نعرة جهوية في علاقة برضا شرف الدين باعتبار رمزيته الجهوية في جهة الساحل، وهناك أطراف تشتغل عن منطق الأقاليم الذي يجري التهيئة له، لأنه سيكون في دستور ثلاث أقاليم في تونس وهو مقدمة لنظام فيدرالي. أيضا هناك تعبير لهذا المال الفاسد وهذه المافيوات داخل المؤسسة الأمنية، لذلك أتوقع أنه في الأيام القليلة المقبلة سوف تكون هناك حملة على بعض الأجهزة الأمنية وعلى بعض الأسماء بعينها في وزارة الداخلية من أجل الأعداد لتغييرات كبرى داخل هذه الوزارة، وهي نوع من البروفة الإغتيالية لا غير. طيب أستاذ منجي، أستاذ منجي، لما يقول محسن مرزوق في تصريحاته في موزايك يبدو اليوم يقول أنه الإرهابي ليس فقط من له لحية، يعني إلى أي شيء يشير؟ من يقصد بالضبط؟ يعني
هو محسن مرزوق ربما يقصد المافيات التي أصبحت تتحرك في العديد من مناحي الحياة الاقتصادية السياسية والاجتماعية في البلاد، والإرهابي طبعا في تعريف القانون وتعريف الأمم المتحدة والتعريفات في مجال العلوم السياسية، الإرهابي ليس الذي يحمل فكرا دينيا فقط، يعني فكر ديني متطرف يدعو إلى اغتيال الآخرين، يعني ليس فقط فكر جهادي كما يقال، وإنما أيضا كل ما يعملوا باستعمال السلاح على ترويع الناس من أجل خلق حالة أخرى وتغيير حالة كائنة وتكون له أهداف سياسية. بالفعل رضا شرف الدين له صفة سياسية، هو نائب ومحسوب على نداء تونس، ثانيا هو شخصية معروفة اقتصاديا، ثالثا هو رئيس جمعية نجم من أكبر الجمعيات في تونس، المساس به له انعكاسات والخطيرة على جهة السحب. إذن أيضا هناك استغلال لوضعية أو ما يسمى بفيديو معزب غربية داخل السياق الاتصال، يعني استغلالها لخلق حالة من الباز والفوضى، نعم، في إطار بين قوسين تأكيد كلام معزب غربية، رغم أنه السيد رضا شرف الدين يقول أنه ليست له أسهم في قناة التاسعة، نعم، وهو مصر على هذا الأمر، ولكن له أسهم عن طريق شخص آخر والجميع يعرف ذلك، وهذا موجود وموثق له تمثيلية. على كل هي العديد من الإشكاليات. الأستاذ منجي، موقع الجريدة في تونس يقول أنه كان عنده موعد للسفر لليون اليوم شرف الدين، ثم التحول إلى سويسرا للقاء معز بن غربية، يعني لا، أنا لا أستطيع أن أؤكد هذه المعطيات، هذا ربما حسب موقع الجريدة التونسي. نعم لا أستطيع أن أؤكد أو أنهي هذه المعطيات. ما أستطيع أن أقوله أننا في دخلنا مرحلة صراع المافيا ربما وتصفيط. طيب أنت تصدق أنها كانت محاولة اغتيال أستاذ منجي، أم أنه فقط رسالة لا أكثر ولا أقل لم يكون؟ أنا أتبنى نظرية أنه لم تكن الغاية قتله، لأنه استعمال 25 رصاصة رسميا قيل 25، كان ممكن تودي بحياته. نعم، يعني كان يمكن قتله، وعادة عمليات الاغتيال تتم بطرق أخرى، يعني لو نرى تاريخ الاغتيالات السياسية سنجد أنه الاغتيال يتم إما عن طريق شخص مترجل. طيب الآن على المستوى السياسي منجي، حتى لا نخرج من الحديث عن العملية في ذاتها، شنو الآثار الآن؟ طبعا الكثير حتى من داخل نداء تونس، كثير من داخل نداء تونس غير راضي على الائتلاف الحكومي وهذا التقارب بين النداء وبين النهضة، الكثير من قيادة النداء تريد فك هذا الارتباط مع النهضة، استقالة العكمي تأتي في هذا الاتجاه كذلك، ويخرج الرجل ثم يتهم الدولة أو الحكومة بالفساد وأنه ينهش في الدولة كما ذكر هو حسب تعبيره. إذن ما تأثيرها الآن على الحكومة، على العمل الحكومي، الائتلاف الحكومي؟ الحقيقة يعني الأطراف اللي موجودة في تونس هما شقاء، سواء شق محسن مرزوق أو شق ابن السبسي، كلاهما لا يرفض وجود النهضة في السلطة، بل يعتبران أنه وجودها شرط ضروري لاستمرار هذه الحكومة باعتبار كفتها النيابية الكبيرة، يعني لأنهم خضعوا لمنطق موازين القوى، وهذه هي السياسة البراغماتية التي تعكس رؤية ليبرالية للدولة. طيب لكن قيادات أخرى، الصحراوي يقول أنه النهضة اخترقت، هذا عضو المكتب السياسي للنداء تونس يقول النهضة اخترقت النداء وأنه لابد من أنها تخرج، قيادات أخرى كذلك قالت نفس الكلام، لازر العكرمي نفسه، نعم، في هذا الاتجاه، يعني في هذه الأحزاب تصريح القيادات شيء والسياسة شيء آخر، يعني ربما عبد المجيد الصحراوي هو ليس وجها رسميا في نداء تونس ولا معبرا باسم نداء تونس، ولكنه يعبر عن رأيه، هذا موجود، هذا الرأي موجود بقوة، هذا الرأي أنه النهضة تحاول اختراق نداء تونس، لكن ليس هذا هو الإشكال. الإشكال ليس النهضة تحولت إلى بموجب المرحلة تكتيكيا أعطت نفسها عنوان ليبرالي، يعني تقريبا مساوي لنداء تونس، لها نفس اللغة، نفس الخطاب إلى آخره. هل هذا تغيير جوهري أم تغيير تكتيكي؟ هذا يعني سوف تجيب عنه الأيام المقبلة. لكن حتى نبقى في موضوعنا، موضوع رضا شرف الدين،
أنا أضع هذه المحاولة في إطارها العام، وهو ما آلت إليه الأمور في البلاد، وأعتقد أن هناك رغبة وسعي لتغيير العديد من المواقع والعديد من. طيب هل ستنتهي هنا، أختم معك بهذا السؤال أستاذ منجي، هل ستنتهي هنا أم لا قدر الله سنشهد محاولات أخرى يعني؟ عفوا، قلت لك هل ستنتهي هنا هذه المحاولة أم لا قدر الله ربما نشهد محاولات أخرى في القريب؟ هو هذا يدخل في علم الغيب الحقيقة. نعم، نرجو لا ولا نتمنى هذا، ولكن يمكن أن نقول أن المؤسسة الأمنية في تونس والعسكرية استطاعت الضرب بقوة على يد الإرهابيين والمتواطئين معهم، ولكن هذا لا يعني أنها سيطرت تماما على الوضع الأمني. هناك إخلالات قد يتسرب منها، تصنع ثغرات ويتسرب منها الإرهابيون بشتى أصنافهم، ولكن عموما الوضع أفضل بكثير مما كان عليه سنة 2012 وسنة 2013. شكرا جزيلا لك أستاذ منجي الخضراوي رئيس تحرير جريدة الشروق، كنت معي من تونس. أستاذ عادل، هل يمكن أن نفهم من إشارة محسن مرزوق حينما يقول أن الإرهابي ليس له فقط أو من له لحية، أنه يريد الحديث عن نوع آخر أو شكل آخر يراه هو من الإرهاب، ربما يكون على علاقة مباشرة بالمال الفاسد أو مافيا إن صح التعبير؟ اعتقادي أخي سمير أن التعمية وعملية إشاعة الغموض حول أهداف هذه العمليات الإرهابية التي تجري في تونس، هذه العمليات يعني هذه المسرحيات كلها هذه تعمية ليس إلا، وإلا فإن الهدف السياسي واضح، وهو أن استهداف أي تجربة سياسية يكون الإسلاميون جزء منها. وأنا اعتقادي بأن ما يجري في تونس في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بالجدل الدائر في الإعلام والضخ الإعلامي غير المسرحي مسبوق، التحريض ضد الثورة وضد الثورة السورية وأيضا ضد المسار التوافق السياسي الذي يتم السعي إليه في ليبيا وتجريم ليبيا وتحميلها مسؤولية الأوضاع الأمنية المتردية، وأيضا التحريض على بعض الأطراف السياسية في الداخل التونسي، وأيضا التحريض على التوافق والتحالف بين أكبر حزبين رئيسيين. أعتقد بأن هذا كله يعني يشير بإشارة واضحة بأن الهدف صحيح أن هنالك أهداف يتم الحديث عنها، أنه هنالك فساد وهنالك مافيات وهنالك هذا الوهم الكبير الذي لا يمكن لأحد الآن أن يتحدث عنه بالإشارة الواضحة، حتى أن رئيس الحكومة السابق كما سمعت يتحدث عن أشياء هلامية ويقول بأن هؤلاء دون أن يستطيع أن يقول من هم هؤلاء، من يقصد بهؤلاء؟ الكل متحفظ يعني، الكل يعرف ولكن الكل متحفظ. طيب إذا كان الكل يعرف الكل متحفظ، والشعب التونسي هو الذي يدفع الثمن من قوته اليومي ومن، فهذه تعتبر أيضا جريمة في حق الشعب التونسي وجريمة في حق هذا المسار. النقطة الأساسية أخي سمير في هذا النقاش أنه لا أعتقد بأنه هذا المسار سوف ينتهي إذا لم يستطع هؤلاء الذين يقفون خلف هذه العمليات الإرهابية، وهي عمليات واضحة، أصبحت واضحة حتى في الإعلام، أصبحت واضحة أنه إذا لم يستطيعوا التوصل أو الوصول إلى أهدافهم، سواء تعلق الأمر بالقوانين قوانين المصالحة، أو تعلق الأمر بإسقاط هذه الحكومة، أو تعلق الأمر بفك التحالفات، أو تعلق الأمر بفتح ملفات لبعض القيادات الإسلامية، أو تعلق الأمر بتكرار نموذج مصري أو نموذج انقلابي آخر بطريقة مغايرة، فكل هذا ربما الآن متاح، والساحة الآن في تونس مفتوحة على كافة الخيارات، لا سيما في ظل التصريحات، حتى نحن أصبحنا إعلاميين أصبحوا يشكلون المشهد السياسي. فمعز بن غربية صاحب قناة تاسعة ومعلوماته التي أدلى بها أصبحت هي حديث الساعة، مع العلم أن معز بن غربية معروف في المشهد الإعلامي وكان من المشهد الإعلامي من قبل الثورة، والآن موجود، وهذه المعلومات التي ذكرها تثير كثير من علامات الاستفهام وتدعو إذا كان فيه جهات تحقيق مستقلة إلى التأكد منها. وهو نفسه قال شكك، قال بأن القضاء ليس مستقلا، وقال بأنه لا وجود إلا بعض الأسماء، قال إلا بعض الأسماء، وبالتالي من هي الجهة الكفيلة أو القادرة على إجراء هذا التحقيق؟ النقطة الثانية، من هي المؤسسات الآن؟ عمليات هذه العملية ربما جاءت كأنها تدعم ما كان يذكره معز بن غربي في شريط يعني.
يعني عمليا تدعم هو وتدعم حتى معطيات عامه انه البلاد تعيش بدون مؤسسات بدون فوضى وانه ما يعني عنده استاذ عادل عنده الحق حمل همامي في مؤتمر صحفي اليوم حينما يقول ليس هناك اراده سياسيه لمواجهه ظاهره الارهاب في تونس بصفه جديه، قال لم نلاحظ من الدولة الوضوح والجرأة الكافية لمواجهة هذه المسألة. لا حمل همامي الذي طبعا يحتفل هو البارح واليوم يحتفلوا بالذكرى الثالثة لتأسيس الجبهة الشعبية، وحمل همامي أيضا نقل عنه تصريح بعد استيقاظ نزار العكرمي، نقل عنه تصريحات بأنه الجبهة الشعبية جاهزة لاستلام الحكم، مش عارفين هل استلام الحكم هذا عن طريق انتخابات ولا عن طريق أشياء أخرى، ليس معروفا ماذا يقصد بذلك. الحديث حمل همامي عن أنه ليس هناك إرادة سياسية حقيقة، لا أعتقد بأنه يأخذ في هذا المسار مسار إرادة سياسية، وإنما يأخذ في أنه إلى حد الآن لا توجد أطراف سياسية تمتلك من الجرأة والشجاعة الأدبية والأخلاقية والقانونية والسياسية ما تستطيع أن تواجه به الشعب التونسي وتتحمل حتى تبعات ما يمكن أن تقوله وتكشف الحقيقة للشعب التونسي، من هو الذي يدير الشأن العام في تونس، ومن هي الجهات الأساسية تأخذ القرار، ولماذا سمحني أخي سمير هذه السؤال لماذا سيادة الرئيس رئيس الجمهورية وهو مسؤول عن العلاقات الخارجية لا يستشير وزير الخارجية أو لا يأخذه معه لا في نيويورك ولا في زيارة مصر وهو كلاهما زيارة مهمة، ولا أيضا يحضره في زيارة يعني في العلاقات مع الجزائر وهي أيضا علاقات مهمة؟ هل هذا يعني أنه هناك خلل في الخارجية وأنه لا وجود لانسجام أو تناغم بين الخارجية ومؤسسة الدولة، أم أن مؤسسة الدولة هي المسيطرة؟ وما هو دور الحكومة صاحب الصيد؟ أين هي وين دور الحكومة؟ الرئاسة هي المسيطرة يعني عمليا نحن طيب هل هي الرئاسة أم جهات أخرى؟ لابد من كشف الحقيقة. أسئلة طبعا. ربما يجيبك عنها الأستاذ حسام بن محمود القيادي في نداء تونس، معي من تونس عبر الهاتف. أستاذ حسام مرحبا بك، طبعا الحمد لله أن العملية هذه لم تنتهي باغتيال الرجل، وإلا ربما كانت ستدخل تونس في دوامة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، قد تكون حتى أكثر من دوامة 2012 و2013. الحمد لله أنه نجى رضا شرف الدين من هذه العملية، لكن أنتم في نداء تونس كقيادة معنا في الحزب، ما هي قراءتكم، ما هو تفسيركم لما حصل بالضبط؟ مرحبا سيدي الكريم وبكل مشاهدي ومستمعي قناة المغاربية. إذن طبعا بعد إدانة هذه العملية وهي عملية جبانة في حق نائب الشعب رضا شرف الدين، حقيقة اليوم نحن منذ الانتخابات ونحن نتكلم عن المصالحة السياسية المصالحة الأخلاقية، اليوم نحن في حرب مفتوحة مع الإرهاب، اليوم نحن في حرب يعني بكل المقاييس، و هذا نائب شعب يعني هذا منتخب من طرف أغلبية شعبية، ولكن ماذا يمكنني أن أقول غير أن يد الله فوق أيديهم فقط. طيب بلال، هل أن هناك صراعا فعلا داخل نداء تونس يؤدي إلى وهذا أحد مظاهره؟ كيف؟ هل أن البعض يقول أن هذه المحاولة هي نتيجة صراع داخل الأجنحة داخل حزب نداء تونس؟ لا، لنكون واضحين، يعني الخلافات داخل نداء تونس الخلاف موجود والأزمة موجودة، ولكن أنا شخصيا رهنت عديد المرات على نداء تونس يجتاز أزمات، وقد اجتاز الحزب أزمات أكبر من هذه الأزمة، إذن سوف يجتازها بإذن الله، وهي أزمة ككل الأزمات وأزمة عادية تصير في كل الأحزاب، يعني ظاهرة صحية هذه. شنو ظاهرة صحية؟ الناس ماكلة بعضها داخل حزب يا أستاذ حسام. أستاذ حسام، حزب نداء تونس حزب حاكم، وحينما تقع هذه الخصومات اليوم الأستاذ الصحراوي المجلس الصحراوي عضو المكتب السياسي يقول أن المرة الفاتت يقول أن هناك اختراقا لحركة النهضة لهذا الحزب، ثم يحمل شق ابن سيد البجقة السبسي حافظ قائد السبسي هذه الفوضى التي تحصل داخل هذا الحزب، لازهر العكرمي يستقيل من الحكومة ويتهم الحكومة بالفساد، وكل هذا وتقول لي هذه خلافات صحية؟ هل السيد لازهر العكرمي لم يكن في الحكومة يعني طيلة 8 أشهر؟ ماذا كان يفعل في الحكومة إن كانت حكومة فساد؟ هذا واحد، وهذا كلامه هو يعني في نهاية الأمر. أنا في الحقيقة يعني
أعيد على الأستاذ الأزهر العكرمي أن يكون في هذا الخطاب. كذلك بالنسبة للخطاب الأستاذ عبد المجيد الصحراوي، نعم، فهو رأيه الشخصي. من المؤكد وأن الخلاف داخل نداء تونس هذا يخلق مناخ سياسي هش، هذا ما لا شك فيه، ولكن هي أزمة يعني ككل الأزمات وسوف تمر. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيك حسام بن محمود القيادي في نداء تونس، شكرا لك على هذه المشاركة. طبعا من الآن ممكن المشاهدين الكرام التواصل معنا عبر الهاتف، أرقام الهواتف ستظهر على الشاشة، التواصل معنا والحديث إلينا حول هذه قراءتكم، رأيكم فيما يحصل الآن في تونس وهذه المحاولة التي أعادت إلى الذاكرة محاولة الاختلاط السياسية التي حصلت من قبل. أستاذ عادل، الآن البعض يقول كذلك، هو كلها تحليلات آراء لمتابعين، أنه حتى هذه العملية في إطار إبعاد صرف النظر عما يحصل حقيقة داخل نداء تونس، لأن الإعلام مركز كثيرا هذه الأيام وينقل تقريبا بالتفصيل كل هذه التصريحات للقيادات في نداء تونس، وأنه فعلا الوضع داخل هذا الحزب يبعث على كثير من القلق. محاولات مثل هذه ربما تصرف النظر وتلهي الناس. يعني ليس دقيقا أن مثل هذه المحاولات يمكن أن تصرف الأنظار حول حقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد. أنت تعلم بأنه الآن المنظمات الحقوقية كلها تشير وتحذر من عودة القبضة الأمنية ومن التعذيب ومن أثار التعذيب، وتعلم أنه ضحايا التعذيب في تونس الآن أصبحوا ربما الآن يعني محط أنظار المنظمات الدولية الحقوقية. هذه أصبحت نقطة مهمة. أيضا التراجعات في مجال الحريات أيضا أصبحت نقطة مهمة ولافتة للأنظار، وأيضا حتى الأداء الاقتصادي أصبح لافتة للأنظار، وحتى العلاقات الخارجية لتونس أصبحت أيضا علامة استفهام كبرى حول حلفاء تونس بالأمس، ولا سيما في دول الخليج والإمارات العربية المتحدة. وهناك كثير من المعلومات والتقارير تتحدث عن توتر في هذه العلاقات، وتتحدث أيضا عن توتر في الموضوع الاقتصادي. ولاحظنا أن هذه الأوضاع ظهرت جلية في زيارة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى مصر، كيف توضحت يعني انكشفت كثير من المعلومات حول طبيعة المأزق الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه تونس. صحيح أن هناك مجهودات دولية لدعم هذا التوافق الشكلي بين الأضداد، أي بين تونس ونداء تونس، بين نداء تونس وبين النهضة، والحديث عن جائزة لمجموعة الأزمات الدولية ستعطيها لكلا الشيخين الباجي قائد السبسي والشيخ راشد غنوشي في نهاية هذا الشهر، في نهاية هذا الشهر. لكن الصحيح أيضا أن التباين موجود. تعلم بأنه بعض قيادات تونس ولا سيما من الجناح الذي ينتمي للباجي قائد نجل الباجي قائد السبسي يتحدث عن أنه الهوية أو ربما المرجعية الهويتية لنداء تونس يثير كثير من الخلافات داخل نداء تونس، وأن الموقف من حالة النهضة والتحالف معها يثير كثير من الخلافات داخل نداء تونس، وأن هناك تيار يساري استئصالي يقوده السيد الأمين العام محسن مرزوق، ربما لا يرى أنه من المناسب أن يستمر مثل هذا التنسيق. للأسف الشديد أيضا هنا ليست هي العوامل الداخلية فقط هي التي ستحدد طيب مسار هذه العلاقة، وإنما وهذا هو الأساسي التحولات الإقليمية والوضع في ليبيا، ومصير الوضع في ليبيا هو الذي سيحدد مآل الوضع والاستقرار في تونس. أشرع في تلقي اتصالات بعض المشاهدين. نجاة من تونس، مرحبا نجاة. أهلا وسهلا سي سمير، مرحبا بك، تفضلي أختي. عايشك والله يا سي سمير، كنا قعدنا باهتين في السيناريوهات اللي قاعدة تستيلة على تونس. وهذا كان منتظر حاجة من الحاجات، مش حاجة بالضبط، ولكن شوف مدام قانون المصالحة الوطنية المصالحة الاقتصادية وكرجال أعمال ما تعديش القانون، ومدام اللي توعدوا به من الحزب الحاكم ما تنفذش، لكن المسامحة وبوسخوك وروح والكل مادام ما تركحش، راهي تونس حكايه فارغه، واذا مش اليوم هكا فجعان الذيب ولا قتلانه مع ال هالفيديو ولا في جماعه الاعلام. احنا كنا نقولوا اعلام العار، يقولوا كيفاش تقولوا اعلام العار يا اخي، هاي فضايحهم بقلاقل معناها.
ناس عندها الأسرار ومخبيتها وتستنى في الفلوس، وين وصل الدق للدربالة ولا يطلب في النجدة؟ وينك وقت اللي كانت الحقائق هذه كل عندك، علاش خبيتها؟ معناها باش تشوف الفساد كيفاش مستشري في العظام نتاع المؤسسات التونسية بدون استثناء. وإذا ما يقطعوش الفساد مازلنا باش نشوف سيناريوهات أخرى، ربي يسترنا منها وكهو، وهذا قليل من كثير ينتظرنا إذا ما فماش طيحة فزاعة من المجتمع المدني ومن القضاة ومن الناس المواطنين، حتى لين كل واحد يشد بلاصته والناس كل الفاسد يلزم يتقطع الدبر متاعه. ما كانش راي تونس مشيت والمسألة مستمرة. طيب شكرا نجاة، بارك الله فيك على المداخلة. حسن من تونس. حسن وينو حسن؟ طيب حسن يبدو أنه راح. عادل تعليق أخير الآن، هل ستتمكن هذه القوى سماها الأستاذ حمادي جبالي قوى هذه تجذب إلى الوراء أو ما سماها أعداء الثورة، فهل ستتمكن من أنها تفرض هذا الخيار وتعود الحزب الواحد الدكتاتورية، أم أنه خلاص تونس لن تعود للوراء؟ أنا رأيي أن العودة للوراء لا يمكن، حتى في الطبيعة لا يمكن أن تستقيم. الساعة لا تعود للوراء، دائما الزمن يسير إلى الأمام. صحيح أن هناك الآن مشاكل، صحيح أن هناك خلافات، لكن أيضا السيد حمد الجبالي هو يتحدث عن أن هناك قوى ردة. السيد حمد الجبالي هو شخصيا نتحاور مع قيادات من المنظومة السابقة، وكانت له علاقة مع المنظومة السابقة، كثير من القيادات اشتغلوا معه حتى في حكومته من المنظومة السابقة. فتحميل المسؤولية أيضا إلى 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 إذا تبرأ منها أيضا ليس صحيا. ونحن الآن في كما قلت لك في مرحلة أطرافها الأساسيون ليسوا محليون فقط. صحيح أن الذي يظهر الآن أمامنا في المشهد هو الأطراف السياسية التونسية المعروفة، هي هذه الأحزاب بعضها قديم وبعضها مستحدث، وهذه الأطراف التي تظهر أحيانا في شكل بالونات إعلامية أو غير أو ربما حتى في مسرحيات لاغتيالات أو غير ذلك، هذه كلها تجليات. أما الأطراف الحقيقية للوضع في تونس فلا أعتقد بأنها أطراف محلية فقط، هنالك أطراف إقليمية لها دور كبير في تونس على المستوى الأمني، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي. نحن نعلم أن تونس شريك أساسي لكثير من الدول وعلى رأسها فرنسا، ونعلم أن تونس دخلت في تحالف ضد داعش مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونعلم أن تونس جارة للجزائر، ونعلم أن تونس لها 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 حدود مستمرة مع ليبيا واقتصاد مع ليبيا، ونعلم أنه هنالك في تونس قرابة 2 مليون من عفوا قرابة 2000 أو حاجة أو حاجة من الليبيين موجودين مقيمين هناك. 1,800,000 1,800,000 من الليبيين. نعلم كل ذلك، ونعلم أن الوضع الاقتصادي الآن متردي، ونعلم أن الأزمة أو ربما التحولات الجارية السياسية في العالم العربي ما زالت لم تثمر بعد أو تستقر على نموذج معين، وبالتالي فتونس قد تشهد بعض التغيرات الدراماتيكية للأسف الشديد قد يكون ضحاياها، لكنها لن تعود إلى الوراء. لا أبدا إطلاقا. طيب أشكرك عادل حمدي مدير مكتب قدس براس في لندن، كما أذكركم في نهاية البرنامج بالتواصل عبر موقع الفيسبوك، موقع البرنامج في الفيسبوك المشهد تونسي، المشهد نقطة تونسي كما يظهر في الشاشة. أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.